des JS. Faire gagner le sport. متابعي موقع لو ماتان سبور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإخباري غيتاك سبور، والبداية مع أبرز العناوين. جبرا يقول الأمور لم تعد بأيدينا وسنبذل ما في جعبتنا للفوز غدا. الناصري مركب محمد الخامس سيكون جاهزا في مارس 2025. الفيفا تصدر قرارها النهائي بخصوص لاعب رجاء هيرفيغاي. ريد أسليم يحلم بالانضمام للمنتخب الوطني، وصحيفة آس تنفي رغبة انتقال حكيمي إلى الريال. إلى التفاصيل. تمنى يحيى جبران لاعب فريق الوداد الرياضي أن تنتهي مباراة اليوم لغد جمع أسف ميموزا وسيمبا التنزاني برسم الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة إيجابية تخدم مصلحة الفريق الأحمر. وقال جبران في تصريحات إعلامية: الأمور لم تعد بأيدينا الآن، نحن مطالبون بالفوز وانتظار تعثر سيمبا أمام الأسيك، وسنقدم ما في جعبتنا للفوز على الفريق البوتسواني. ويذكر أن بعثة الوداد شدت الرحال صوب بوتسوانا مساء أمس الخميس استعدادا لمواجهة جوانين جالاكسي غدا السبت على الساعة بعد الزوال. قال عبد اللطيف الناصري نائب عمدة مدينة الدار البيضاء في تصريحات لوسائل الإعلام أن أشغال تهيئة مركب محمد الخامس تسير بوتيرة متقدمة استعدادا لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، كما أكد أن المركب سيكون جاهزا في مارس 2025 كأبعد تقدير. وأضاف فيما يخص ملعب العربي الزوري الأشغال جارية فيه كذلك، كما سيتم تأهيل كل من ملعب فيليبس تيسيما العربي بن مبارك الصخور السوداء مولاي رشيد وملعبي التدريب الخاصة بالوداد والرجاء. حكمت لجنة النزاعات التابعة للفيفا صباح اليوم الجمعة بخصوص الطعن الذي تقدم به فريق الفتح في قانونية تعاقد فريق الرجاء الرياضي مع لاعب السابق الإيفواري هيرفيغاي، وجاء القرار لصالح اللاعب الإيفواري، حيث ألزمت لجنة النزاعات الفتح أداء قيمة عقد اللاعب داخل أجل 45 يوم لتفادي معاقبته. وأصبح بإمكان فريق الرجاء تأهيل لاعب الإيفواري بعد أن رفضت العصبة الاحترافية في وقت سابق منح ترخيصا مؤقتا للمشاركة في المباريات. إلى أخبار المحترفين المغاربة، إذ كشف ريد أسليم لاعب فريق الأهلي المصري لكرة القدم أنه كيحلم بالانضمام للمنتخب المغربي، مشيرا إلى أنه بات جاهزا لخوض المباراة أمام ميديام الغاني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال ريد أسليم في حوار مع موقع الأهلي: أتمنى الفوز بلقب الدوري وبطولة إفريقيا، وأحلم بالانضمام للمنتخب الوطني المغربي، هذا حلم كل لاعب. وتابع: بالنسبة لي جاهز للمباراة أمام ميديام الغاني، وأتمنى مساعدة الفريق وأكون الإضافة المطلوبة. أفادت صحيفة آس الإسبانية أن وكيل الدولي المغربي أشرف حكيمي أبلغ باريس سان جيرمان بنية اللاعب للتحدث عن عقد جديد رفقة النادي. وأكد المصدر ذاته أن حكيمي لم يطلب مغادرة باريس سان جيرمان كما هو شائع، كما أوضحت الصحيفة أن العديد من الأندية تطلب ود اللاعب المغربي أبرزها فريق ريال مدريد، مشيرة إلى أن النادي الملكي يسعى لضم حكيمي في 2026 بعد نهاية عقده مع سان جيرمان. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم، إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.